بارك الله فيكم. من أسئلة السائلة أم محمد ومقيمة بالباحة تقول: هل دعاء الاستفتاح خاص بالصلوات المفروضة فقط أم يقال في جميع الصلوات بما فيها السنن الرواتب والنوافل مثل الضحى وغيرها؟ نرجو منكم التوجيه. الاستفتاح عام في كل الصلوات الفرائض والنوافل، بعد تكبيرة الإحرام يأتي بالاستفتاح سواء كانت صلاته فريضة أو نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل فإنه إذا كبر تكبيرة الإحرام يأتي بالاستفتاح فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، أو غير ذلك من أنواع الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.